القدس لهم أثر. في القدس لهم أثر. إعداد ياسمين عنبر. تقديم همام سعد. أمر السلطان العثماني سليمان القانوني ببناء سبيل ستنا مريم على بعد 10 أمتار من باب الأسباط الذي يقع في سور البلدة القديمة، وتحديدا في الناحية الشمالية لطريق المجاهدين، مجاورا للمدرسة الصلاحية، وذلك عام 943 للهجرة الموافق 1536 للميلاد. شكل السبيل هذا كان بسيطا، فهو خال من الزخارف مستطيل الشكل، يحوي نقوشا ترد عليها اسم الباني وتاريخ البناء بالخط النسخي، لكن الآن فقدت هذه النقوش مع تقادم الزمان. تبقى من النقوش سطران يذكران السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعت بدلا منها لوحة نقش عليها نفس المحتوى عام 1982 للميلاد بتوثيق من مصادر إسلامية تاريخية. من قناة مشتركة مع حمام الأسباط، حمام السيدة مريم، كان السبيل يستمد مياهه، وكان يعد من الأسبلة التاريخية في البلدة القديمة، وسمي بهذا الاسم لوقوعه بالقرب من باب ستنا مريم، باب الأسباط. هذا الباب الذي لا يكاد يذكر حتى أتت أحلام السلطان العثماني القانوني في المنام وقت وقوع القدس في ملكه، حيث إنه قبل وفاة والده السلطان سليم الأول كان سور القدس مهدما، فطالبه وجهاء القدس أن يعيد بناء السور ليحمي المدينة المقدسة من طمع الغزاة الآخرين. لم يستطع أن يحقق السلطان الوالد ذلك الطلب، فحين ورث السلطان سليمان ملك القدس من والده أمر بإعادة بناء السور، وتذكر رواية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمر بإعادة بناء السور وحفظ المدينة المقدسة. سبيل ستنا مريم. في القدس لهم أثر. في القدس لهم أثر. إعداد ياسمين عنبر. تقديم همام سعدان.